بئر الملح في ناحية بيران يعود تاريخ هذا البئر إلى أكثر من 400 عام حسب ما يقولونه أهالي بيران، ويتناوبون عليه الأهالي، حيث يتم استخراج الماء من البئر ثم يوضع على النار حتى يغلي، ثم ينشف ويخرج منه ملح لا يضاهيه ملح في الطعم واللون ملح آخر. إن الله رزقنا من قديم الزمان بهذا البئر، ففي زمن الشيخ يوسف جدنا الكبير يعود تاريخ هذا البئر، وهذا التاريخ يعود إلى أكثر من 400 عام تقريبا واحتمال أكثر. ففي الفصول الأربعة يوجد لدينا ماء هذا البئر، وكل من يريد الملح يقوم بتسجيل اسمه في قائمة المواعيد وحسب المواعيد المسجلة. فإن هذا الحوض يستوعب 150 لترا من ماء هذا البئر، ونضع تحته النار، وكلما كان لهيب النار أكبر يكون الغليان أسرع، ويحتاج إلى ساعتين، وكل ساعتين نملأ هذا الحوض ثم يصبح ملحا، يتبخر الماء ويبقى الملح. من 100 إلى 150 كيلو من الملح ننتج يوميا. وهذا هو منتوج الملح الأبيض الناصع، وصحي وطبيعي 100%، وهذه نعمة من الله. بئر ملح بيران يعود تاريخه إلى مئات السنين، ومن الناحية الصحية له استفادة كبيرة في هذا المجال لأهالي بيران، وعن طريق التناوب يقومون بإنتاج هذا الملح، ونحن كإدارة على اتصال مع دائرة شؤون الآثار في قضاء ميرغاسور من أجل كشف هذا الموقع وإدخاله ضمن المناطق الأثرية وتجديده بطريقة أثرية. ومن ناحية أخرى أوصلنا لهذا البئر الكهرباء هذا العام، ونحن على اتصال دائم من أجل الاهتمام بهذا البئر من قبل الإدارة. أكثر من 650 أسرة يستفادون من هذا البئر، وعندما يأتي الزائر إلى هذه المدينة يجد صعوبة في الحصول على هذا الملح، لأنه لا يباع ولا يتاجر به، وهذه هي وصية الآباء والأجداد حسب ما يقولونه أهالي منطقة بيران، لأنهم مكتفون من الملح المستخرج من البئر. مخلص ميرو، نسمات زاغروس، زاغروس تي في، منطقة بارزان.